كلنا أسئلة أو أفكار أو أشياء غريبة، بس بأغلب الأحيان إحنا بنتجاهلها أو ممكن نعتبرها إنه فكرة سخيفة ومش ممكن إنها تؤدي لأي إشي. بس في ناس ما بتجاهلوا أفكارهم، تقريبا لو نفكر فيها كل إشي عنا تكنولوجيا وصلنا لها لهلأ في هاي الحياة هي كانت نتيجة فكرة خطرت في يوم من الأيام على رأس حدا طبقها ووصل لهون. رام الخالدي رح تعرض علينا مجموعة من الأسئلة المحيرة اللي استطاع العلم إنه يجيبها، فقرة questions you never thought they have answers. Takes 8 minutes just to reach your eyes. Inside, it's all atoms making up our minds. But if you think that learning science isn't meant for you, or just not cool, there are formulas to prove it now. Better study up, we'll show you how. We're about to throw some science down. Evolution made your brain, heart, spinal cord, and also your eyes. Medicine made the vaccines, technologies that keep you alive. Every time that you eat, read, text, or take a selfie and smile, no science ain't out of style. Science never goes out of style. يعني انك تكسر البيضة انت متأكد انه اللي راح يطلع من هذا الكسر اشي مطابق للاشي اللي انت بتفكر فيه. مستحيل يطلع من بيضة دجاجة ديناصور ولا راح يطلع من بيضة افعى حمام. موضوع اليوم فكرته كانت انه في كتير اسئلة احنا بنسألها، يمكن كتير ناس سألتها، يمكن ولا حدا عمره سأل حاله، بس في كتير ناس بتسأل اسئلة وبتفكر انه العلم ما لقى لها اجوبة. هاي الاسئلة ممكن لبعض الناس تكون سخيفة، بس انا بالنسبة لي اني اعرف ليش بعمل كل اشي، ليش بعمل اشياء بعملها كل يوم، اشي مهم بحياتي. ليش؟ ليش اخترت هذا الموضوع؟ لانه science helps you grow from a child to an adult. ليش؟ لانه العلم اشي ممتع، لانه انك تكون فاهم كل اشي لما حدا يسألك انت ليه هيك بتعمل ويكون عندك جواب اشي حلو. ليش؟ ليش ليش ليش؟ نفس مبدأ لما ولد صغير يضل يسألك ليش؟ بعد كل كلمة بتحكيها بسألك ليش؟ Kids do it all the time, adults should do it more often. اليوم رح أسأل أسئلة، أغلبها رح يكون أسئلة لبعض الناس سخيفة، مثل مثلا بضبط تستخدم سنوز كل يوم الصبح لما تيجي تصحى؟ أو لا؟ الهدف مش السؤال، الهدف إنك تسأل سؤال يخلي الناس مهتمين، بعدين تعلمهم إشي من هناك، إشي ما عمرهم فكروا إنه موجود أو إنه ممكن الواحد يتعلمه. خلينا نتخيل انه بعد يوم طويل قعدت انت طول اليوم، صارت الساعة 10 وانت قررت انك بدك تنام. غالبا ايش اول شيء بصير لما الواحد يفكر انه ينام؟ بتذكر اغلب الاشياء السيئة اللي صارت معه باليوم، بتذكر انه كثير ما كان سعيد، كل هاي الذكريات بتصير بتيجي وبطل يعرف ينام. مرات كثير انا كنت افكر انه ممكن يكون في طريقة نمحي فيها هاي الذكريات او احنا ما نفكر فيها اصلا. العلم اول شيء كان يفكر انه الذاكره عباره عن خزانه والذكريات عباره عن ملفات تترتب بهذه الخزانه. هلا العلم بيعرف انه هذا الحكي غلط. فعليا كل ذاكره او كل ذكرى انت عندك اياها هي عمليه كامله، كل عقلك بيشتغل مع بعض عشان تتذكر ذكرى واحده فقط. هاي العمليه بتتم بمساعده بروتينات معينه. فكروا العلماء ايش بصير لو احنا جبنا هاي البروتينات واثبطنا شغل. عملوا دراسه على احداث 11 سبتمبر، لاحظوا انه بعد سنه من هاي الاحداث 37% من التفاصيل تغيرت. ناس بعد سنه كان 37% ناس من التفاصيل. بعد 3 سنين 50% من هاي التفاصيل تغيرت. فكروا انه ليه ما نعمل بروتين انهبيتر؟ البني ادم وهو عم بتذكر في ذكرى معينه عنده، بعطيه هذا البروتين انهبيتر بطل يتذكر هاي الذكرى. جربوا هاي التجربه على الفيران. عرضوا الفيران لصوت، بعدين عرضوهم بعد الصوت لإلكتريك هيدجهوج. صار الفار متعود انه بس يسمع هذا الصوت رح يلحق هذا الصوت الكتريك هيدجهوج. بلش الفار كل ما يسمع هذا الصوت يخاف. اعطوا الفار هذا البروتين انهبيتر، لاحظ بعدين انه الفار رجع ينسى هذا الصوت ايش الهدف منه او ايش بصير بعد هذا الصوت.
جربوا هاي التجربة على فور تاني بصوتين مختلفين عشان يلاحظوا انه هاي العملية بتأثر على الدماغ كامل ولا بس على ذكرى واحدة. حطوا له صوتين والحقوا الصوتين بنفس الشيء بيلكتر نفسه. بعدين حطوا له الصوت الاول واعطوا له البروتين انهبيتر، لاحظوا انه الفار نسي انه الصوت الاول بيلحقوا الكتريك شوك بس ما تاثر الصوت الثاني، كان لساته بخاف من الصوت الثاني. هذا الحكي ممكن يكون كثير مفيد في معالجه بوست تروماتيك ستريس سيندروم. اغلب البشر اللي بتعيش بهاي المآسي بحياتها ممكن هذا الشيء يكون علاج مناسب لها. خلينا نتخيل انه هذا البني ادم ما حد ذكرياته سيئه وهو كثير سعيد وبده ينام، فكر انه ليه ما يكون في طريقه نهرب فيها من الواقع ونحلم بشيء احنا بدنا نحلم فيه، ما نحلم بشيء احنا مضطرين نحلم فيه، نحلم بشيء احنا حابين نحلم فيه. في معلومه نسيتها قبل انه اذا كانت هاي الحبه موجوده وبتتاكل حبه انك تنسى هذا الحكي. فكروا بشيء اسمه لوسيد دريمينج. مبدا اللوسيد دريمينج انه كل بني ادم قادر، وهو يعني عملوا دراسات ولاحظوا انه دماغ البني ادم هو نايم بيكون نفس فعاليه دماغ البني ادم هو صاحي، وهذا معناته ان البني ادم قادر على انه يتحكم بعقله حتى وهو نايم. مشان هيك عنده علم اسمه لوسيد دريمينج. مبدا اللوسيد دريمينج في كثير ناس بتحكي لك انا ما بحلم، هذا الحكي غلط. كل بني ادم بيحلم 3-7 احلام بكل ليله. فكره انه انت تصير قادر تتحكم بعقلك فكره كثير صعبه وبدها تدريب، بس اغلب البشر بتقدر تعمل هذا الحكي. هذا الحكي كيف بصير؟ اول شيء انك تحافظ على شيء اسمه دريم جورنال. شو يعني دريم جورنال؟ يعني كل يوم الصبح حتى لو ما حلمت ولا شيء اكتب ايش حلمت او ايش صار معك بهاي الليله، حتى لو ما كان شيء، حتى لو كان فراغ اكتب. ثاني شيء شيء بسموه رياليتي تشيكس. اغلب البشر باحلامهم الاشياء ما بتكون واقعيه ولا منطقيه، بتطلع الساعه بهاي الدقيقه بتكون واحده، بعد شوي بتصير 5. الاصابع البني ادم بتطلع عليهم شكلهم بشكل معين، بالحلم في احتمال وارد انه ما يكون شكلهم طبيعي، انك ما تقدر تقرا جوا. فكره رياليتي تشيكس انه انت قاعد طلع تطلع على الساعه، يعني تطلع لف وجهك رجع تطلع شوف انه الساعه ما بتتغير. هذا بخليك بالحلم عقلك يتعود، عقلك فورمز هابت انه بالحلم هو راح يطلع على الساعه وراح يعرف انه الساعه عم تتغير، فراح يستوعب الدماغ انه هو بحلم وبالتالي راح يكون قادر انه يتحكم بهذا الحلم. هذا الحكي بيتم على 3 مراحل. اول مرحله اسمها الوانتي اندوس لوس دريمز، مبداها انه انت لما تنام ضلك حاطط ببالك فكره انه يو ار جوينت تو هاف لوس دريم تونايت. اغلب فرص النجاح طلعت للبشر اللي كانوا يسكوا فور 30 مينتس بالليل بيناموا، بيصحوا بضلوا 30 مينتس صاحيين بعدين بيرجعوا بيناموا، بضلهم يعيدوا جملة انه they will have a lucid dream تمام. اخر مرحلة هي awake and lucid dream. هاي مشكلتها انه انت فعليا بتكون نايم، دماغك in control، بس مشكلته انه ممكن يعمل لك شيء اسمه sleep paralysis. شو يعني sleep paralysis؟ هي حالة مور لايك نفسية مش جسدية، مبدأها انه الدماغ بصير يفرض hallucinations واشياء بتخوف عليك وانت فعليا مش قادر تحرك. ما بدنا ننسى شيء انه لما نجرب شيء بحلم فعليا هو تأثيره عليك نفس تأثيره اللي بتجربه بحياة الواقعية. اوكي خلينا نتخيل هذا البني ادم نام بده يصحى حط الادوار. اول شيء اغلب الناس بتعمله هون انه ولا حدا نام منيح ولا حدا طول ما انت طالب طب انت اصلا ما بتنام فعليا تكبس نوم. هذا اول رياكشن من الادوار نوم بدك دقيقه زياده نوم. هذا الشيء صح لازم نستخدم هذا الشيء فعليا بحيث لو تقعد اسبوع واحد بس ما تستخدم الادوار جسمك البيولوجيكال كلوك تاعتك رح تصير تنام وتصحى على نفس التوقيت اللي انت بتحدد لها اياه بهذا الاسبوع، ورح تبطل تحتاج لاقرب ولا شيء، لانه فعليا السليب ستيت والاويك ستيت التنتين بتحكم فيهم هرمونات معينه بالجسم، وجسمك بحب النظام، جسمك بحب يتعود على شيء وتخليه ثابت عليه، وبالتالي جسمك بتعود على هذا الشيء بضل ثابت. مشكله الادوار انه فعليا في سليب سايكل، انت بتنام بهاي المرحله، بتنام على الساعه الفلانيه، في سايكلز معينه، كل سايكل مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه الناس بتفرق. مشكلة الألارم إنه بيقطع هاي السليب سايكل. تكون أنت نايم في مرحلة معينة يعني إحنا لازم تكمل 6 مراحل مثلاً، بيجي بيقطعك بالمرحلة الرابعة، اللي بصير إنه جسمك بصحى تفرز هرمونات إنه خلص بدك تصحى من النوم، بتلبس أنت سنود، بترجع تنام، جسمك بفكر إنك ترجع تنام. بضلك أنت بتصحى وتنيم فيه، بتصحى وتنيم فيه، بتصحى وتنيم فيه، فعلياً اللي بصير إنه أنت بتصحى بتضلك عايش طول اليوم، جسمك مش عارف بدك تصحى ولا تنام. الحل هاي المشكله set your alarm later go to bed earlier ما تستخدم سنود and as the saying goes if you snooze you lose. صحيت الصبح فكرت انه الحلم اللي حلمته امبارح كان شيء كثير يعني حلم رائع وانت كثير بدك تحتفظ فيه وبدك الناس تشوفه. فكرت كان record your dreams. في شيء اسمه brain waves. اغلب العلماء كانوا يستخدموا البرين ويفز عشان يدرسوا البرين اكيد. الناس بتفكر انه شو يعني برين ويف؟ زي مثلا الراديو ويف؟ نعم، البرين ويف نفسه زي الراديو ويف، الفرق بينهم بسرعه فقط لا غير. البرين ويف هي عباره عن موجه، هاي الموجه حامله انفورميشن. كانوا يستخدموا هذا الحكي زمان عشان يحسبوا فعاليه كل جزء من الدماغ، وهذا الجزء شغال ولا مش شغال.
لاحظ بعدين انه ممكن يجيبوا هذا الدماغ ويحطوه ب ام ار اي ويشوفوا هذا الدماغ ايش بشوف. عملوا هاي الدراسه لاحظوا انه لو فرجوا الدماغ صور معينه بيكسلز ابيض واسود راح يطلع معاهم حالات. فرجوا هذا بني ادم فرجوا صور نيورون مكتوبه اياها بالاسود اول وحده بعدين حطوه جوا الام ار اي. السوفت وير اللي بالام ار اي قدر يتوقع ان هذه الكلمه اللي شافها هذا البني ادم بدون ما السوفت وير يكون شايف هذا البني ادم ايش شاف. انت دخلت بني ادم فرجيته كلمه والجهاز توقع هذا على ايش شاف. حكوا بطريقه ثانيه ممكن نخلي بني ادم ينام بالام ار اي ونصحيه ونخليه يحكي لنا ايش شاف الحلو. عملوا هاي التجربه واستخدموا جوجل وحطوا كل الصور بجوجل بالسوفت وير. صار السوفت وير فعليا ايش بعمل؟ السوفت وير بتوقع هذا البني ادم ايش شاف بيطلع اقرب شبيه له من جوجل وبحطه. جربوها على تجربه ثانيه انه نجيبوا فيديوهات من اليوتيوب كل فيديو 1 سكند ونلاحظوا ايش الناس شافت. لاحظوا انه اذا كان العقل شايف هيك فعليا هاي الصوره مش كثير واضحه بس انت لو تفكر انه هذا سوفت وير وشاف الدماغ ايش فاهم هذا ايش انجاز رائع. خلينا نتخيل انه هذا بني ادم ريكورد هيز دريمز وخلص كل شيء تمام. فات ياخذ الشاور الصباحي طلع من الشاور الصباحي طلع اصابعه. اول شيء بتشوفه باصابعك بعد تقضي وقت طويل بالمي انه اصابعك كثير متعجين دبلين. ما حدا عم يفكر ليه. العلماء كانوا يفكروا زمان انه السبب عباره عن اسموس انه خلص المي بتدخل لجوا اسموس بصير فعليا فبنتفخ الاصابع وهيك بصير الشكل. عملوا دراسه عملوا هاي الدراسه على اشخاص عندهم مشاكل عصبيه باصبعين من اصابعهم. لاحظوا انه الثلاث اصابع اللي ما عندها مشاكل عصبيه تحولت لهذا الشكل بينما الاصابع اللي فيها مشاكل عصبيه ما تحولت لهذا الشكل. هذا الحكي بيثبت انه هاي المشكله ما كانت اسموس. هاي الفكره كانت انه هو عباره عن ريسبونس للنيرفس سيستم تاعك عشان يقوي مسكتك للاشياء تحت المي تتاقلم من جسمك عشان انت تقدر تمسك الاشياء احسن تحت المي وما تفلت منها. طلع بعدين على ايده فكر انه الفينز تاعونا دمه ازرق مع انه فعليا دمنا احمر. دمنا طول الوقت احمر دمك ما بتغير ممكن يصير احمر افتح احمر اغمق بس فعليا ما راح يصير ازرق. ما حدا عمره فكر ليه ونطلع على الفينز تاعونا نشوف لونه ازرق. الهدف السبب طلع انه ذرات هم مش لونه ازرق فعليا هو عباره عن اوبتيكال الوجه. انت عندك دمك لونه احمر دمك ابزوربز اللايت ابزوربز سايتد ويف لينكس من اللايت وفعليا ريفلكتس دم ازبلو. عملوا تجربه انه لو طفل دواو وشافوا هاي الفينز تاعونا باشعه تحت حمراء مثلا راح يطلع لون احمر انت راح تكون شايفها بس المشكله كانت انه الضوء. واستفادوا من هذا الشيء انه عملوا شيء اسمه فينز فيور. البشر اللي مش شايفين الفينز تاعونهم واضح يحطوهم تحت جهاز معين ببين كل الفينز. ايش يفطر؟ ايش بنعمله كلياتنا؟ هذا 5 سكند رول. مين بيعرف ايش ذا 5 سكند رول؟ ذا 5 سكند رول عباره عن انه الشيء اول ما يقع على الارض انت بتطول لو بتاكل بسرعه بتحكي انه قبل 5 سكندز انا اكلت قبل 5 سكندز فانه خلص. هي عباره هي زي سوشيال رول الناس تقنع حالها انه هذا عادي عشان اقدر اكل شيء وانا مقتنع انه مش رح يصير لك كونتامينيشن. فعليا 5 سكندز ار تو لونج تكون البكتيريا شبكت عادي لشيء معين بغض النظر ايش هذا الشيء كان بغض النظر ايش هذا الاكل طبيعته. حتى لو كنت تفكر انه هاي طاوله مطبخي وانا بنظفها بهاي بيت كل يوم هذا مش كافي إن تموت كل هاي البكتيريا لأن 5 سكند عملوا دراسة واكتشفوا 5 سكند از واي تو لونج إن تكون البكتيريا أوريدي شكلها هذه. كنت بالسيارة أخذت تاكسي بدك تروح على الشغل أول شيء مسكت الجريدة كان في أرتكل الأرتكل عنوانه وير وي أول فيميل. فكرت إنه شو يعني وير وي أول فيميل؟ بدي أفهم. قرأت بهذا الأرتكل إنه فعليا اللي بصير إنه الزلمة والمرأة بتزوجوا واللي بصير بينهم انه بصير جينيتيك ريكومبينيشن 23 كروموسوم من الاب 23 كروموسوم من الام وانت بتصير يا اكس واي يا اكس اكس. بس ملاحظوا انه اول 5 ل 6 اسابيع الواي كروموسوم دازنت كيك ان ما بكون شغال. فعليا من اول 5 ل 6 اسابيع اغلب البشر الاكس كروموسوم مش شغال عندهم. فايفن ذا مان ليست مان في يوم من الايام كان فيني لان الواي كروموسوم تاعه ما كان شغال. هذا السبب، السبب شيء اسمه موشن سيكنس، في كثير ناس بتعاني منه ما بتعرف هذا ايش. انا من الناس اللي
كنت أركب السيارة فترة طويلة وأي خيل نظري ما بكون مرتاحة، كنت أفكر إنه إشي عادي، حتى مرات كنت أفكر إنه الجيناتكس أهلي هيك فأنا هيك. طلع بالآخر مشكلته فعلياً 30% من البشر بتعاني هذا الإشي، بس أبطو 66% من هدول الناس بيعانون بحالات سجيرة أكثر من هيك، يعني بكون مش بس عبارة عن إنه نوزي، بكون إشي كثير أسوأ من هيك. فكرة هذا المرض إنه الدان تبعت سيجنالز للدماغ إنه أنت عم تتحرك، إنه أنت مش في مكان واحد. العين بالمقابل شايف الكتاب، شايف انت ثابت في السياره، شايف الناس اللي معك في السياره ثابتين، شايف الكتاب اللي بايدك ثابت. فدماغك بوصل تو ديفرنت سيجنلز، شيء بيحكي له انك بتتحرك، شيء بيحكي له انك ثابت. هذا الشيء بصير على القارب، بالسياره، بالاي ماكس ثيتر، اي مكان فيه هاي المشكله بتصير. الفكره طب واي فومت؟ ليش اول شيء بفكر فيه الدماغ انه ات وانتس تو فومت؟ الفكره كانت انه ايفولوشنري الدماغ تعود انه اذا بتاخذ تو ديفرنت سيجنلز معناته ذيرز ا نيوروتوكسين، انت بتلاعب النيوروتوكسين معين فجسمك الريسبونس تاعه بكون فومت عشان تطلع هذا النيوروتوكسين. دماغك ما تطور انه شوف انه صار في شيء اسمه سيارات وهذا شيء مختلف، دماغك لسه ماشي على نفس الشيء اللي كان ماشي عليه. وصلت على الشغل، شيء انت كثير مهم في الحياه، بتشتغل على شيء اسمه 3D printing. اغلب الناس بتفكر ان 3D printing هو عباره عن ورقه وقلم ويلا اطبعها ستراكتشر واتفرج عليه ورق. 3D printing بطل هيك، 3D printing can change everything. البرنتنج العادي هو عباره عن انك على الورق، 3D printing هو عباره عن ماتيريالز بدلين، بحطوا بلاستيك، كونكريت، حديد، اي شيء، بطبعوه لاير. لاير فوق لاير فوق لاير، بطلع عندك مجسم، مش بالضروره يكون ورق او قلم. هذا المجسم ممكن يكون شيء ملموس. بالواقع في هلا ويب سايت اسمه 3D print my gift. هذا الويب سايت بتدخل عليه، إشي انت ما بتقدر تشتري انيمور، إشي من 50 سنه عمل بطل يعمل زيه، بتطلبه بالتفاصيل وذي كان برنت فور. حتى لو كان هذا الستركتشر إشي بتحرك، الماكينه بتترك فراغات معينه، تخلي هذا الإشي بعدين انت تقصه عشان يضل يتحرك، او تحط ديزولف جل، هذا الجل بعد ما الإشي ينطبع بروح. فكروا انه بعدين ليه ما يستخدموا هذا الإشي على مولكيولز؟ احنا كثير بنشرب ادويه وما عمرنا بنفكر طب هاي الادويه كيف بتنصنع، يعني بنفكر انه هذا شغل صيادله احنا مش المفروض نفكر فيه. بس فعليا الايبوبروفين اللي احنا بنشرب دائما It's 3D printed. It's a 3D printed drug. جابوا المولكيولز المعينين عند الديزايرد افكت طبعوه. عملوا شيء جديد كمان سكانر للسكين بيرز. هاي السكانر مبداها انك تطلع على الخلايا الرايحه تنسخ منها اشياء وتبلش تحط طبقات فوق بعض عشان تسكر عندك هذا. بغض النظر انه هاي الطبقات ما حتكون فيها نيرفز ما حتكون حاسس بس لاسباب تجميليه هذا شيء كثير رائع. لقدام في يوم من الايام اكيد احنا ما حنكون على الارض او على الاغلب حنكون تتنى في المريخ وهذا الشيء يصير اللي راح يصير انه راح بطل تحتاج لدونر راح يصير انه بدك كليه يو كان 3 دي برنت كليه بتاخذ شويه خلايا من الكليه الثانيه وهي تبعوا لك كليه وانه هيك عادي. فهذا طبعا هذا الحكي بغض النظر عن انه لسه ما وصلوا لتطور كافي انه يطبع الاوعيه الدمويه والنرفز تاعنا بس لما انت تحكي عن عضو واحد انه ينطبع هذا شيء رائع. روح البيت السؤال اللي كل الدنيا بتسأله which came first the egg or the chicken مين هون team chicken مين team egg أوف كتير ناس ما عنده رأي. فكرة الموضوع كانت إنه فكرة الموضوع كانت هي مشكلة بالمسمى team chicken بحكي لك إنه قشرة هاي البيضة فيها بروتين معين اسمه OB70 هذا البروتين مستحيل يتشكل غير بالاوفريز تاعون التشيكن معناته مستحيل هاي البيض تطلع الا اذا كان في تشيكن تمام؟ بيجي تيم اد بيحكي لك لا احنا بنحكي انه في جينيتيك ميوتيشنز على مدى طويل ممكن تصنع حيوانات جديده ومن زمان الاج لاين انيمالز موجودين فممكن ببساطه اج لاين انيمال تزاوج مع اج لاين انيمال الثاني ميوتيشنز جابوا بروتو تشيكن هاي البروتو تشيكن تزاوج مع بروتو تشيكن ثاني عملت كمان ميوتيشنز عملت اد فعليا بصفي المشكله انت بتحكي عن بيضة فيها تشيكن ولا تشيكن جاب بيضة؟ الفكرة النهائية إذا النتيجة بتصفي مثلا جربنا احنا على مدى الحياة كانوا يجيبوا البشر كانوا يجيبوا الولفز ويختاروا أكثر ولفز أليفين وما عندهم مشاكل ولطيفين ويربوهم عندهم. مع الوقت الكلب تطور من الولف وصار كلب، فعليا احنا ما كان عندنا حيوان اسمه كلب بالبداية. بس اللي صار انه السلكتيفيتي بتاعت بني ادم انه اختار صفات محدده بده اياها بالولف خلت الكلاب تطلع. نفس الشيء صار بالبيضة والدجاجة. اللي بصير انه اجلين سبيشي تحط بروتو تشيكن، هاي البروتو تشيكن تحط بروتو تشيكن ايج. بروتو تشيكن ايج طلع تشيكن. بيجي هون بيحكي لك تيم تشيكن بقول لك لا
انه هاي البروتو تشيكن ايج في جواها تشيكن وهي مش تشيكن ايج اصلا. انا عارفه انك في عم بحكي تشيكن ايج مع بعض بس هي هيك القصه. تيم ايج بحكي لك انه لا بروتو تشيكن حطت تشيكن ايج هو بده يسميها تشيكن ايج. تيم تشيكن بسموها بروتو تشيكن ايج، تيم ايج بسموها تشيكن ايج. النتيجه النهائيه انه بغض النظر كانت تشيكن ايج ولا بروتو تشيكن ايج لا ايج كان بس. لولا واحدة خلاكم تحسوا انه لسه في اشياء بالعالم احنا بنعملها وما بنعرفها، شوفوا فيسورس. فيسورس از يوتيوب شانل، هذا البني ادم بيسال اغرب اسئله بالعالم. مثلا عنده اسئله هاو ماتش ذا شادو وير، قد ايه وزن الشادو. curiosity.com از ويب سايت، از ريلي جود ويب سايت، تقدروا تفتحوا وتدخلوا عليه كثير اشياء غريبه. اي اس اي بي ساينس هو الكتاب، لهم يوتيوب شانل برضه. If science doesn't bring you closer to Allah, nothing will. Keep asking.